بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم على بركة الله يبدأ اليوم النادي الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام. اليوم هو أولى مباريات الأهلي في بطولة الدوري بمواجهة الإسماعيلي على استاد برج العرب في الأسكندرية. المباراة الساعة 8 اليوم إن شاء الله، وكل التوفيق يا رب للأهلي في بداية مشواره المحلي لبطولة الدوري العام وتعويض ما فات العام الماضي من تفاصيل كثيرة لن نخوض في كواليسها وتفاصيلها خلال هذه الفترة، لكن الجميع بالتأكيد على علم بكل ما حدث في الدوري الموسم الماضي، ونتمنى ألا يتكرر في دوري الموسم الحالي ولو إن البداية غير مبشرة. المهم، حلقة النهاردة من برنامج الترند قدر الإمكان هنلقي الضوء على انطلاقة الأهلي في الدوري العام، وهنتكلم على استعدادات الأهلي لمباراة الإسماعيلي وآخر الكواليس من برج العرب قبل تحرك الفريق إلى ملعب المباراة وخوض أولى المباريات، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وانطلاقة قوية للمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق النادي الأهلي، وكذلك الجهاز المعاون واللاعبين في تحقيق أول 3 نقاط وبالتأكيد مواجهة صعبة وكلاسيكو الأهلي والإسماعيلي من المباريات الكبيرة في الدوري العام. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وأنا عايز كل المشاهدين اللي بيتابعونا يدخلوا ويشاركوا معانا من خلال صفحات السوشيال ميديا للإجابة على السؤال، وكل واحد يعني يضع في نفس كده تفكير بيتسو موسيماني ويقول تشكيل الأهلي المتوقع اليوم في مباراة اليوم أمام الإسماعيلي. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي الليلة، الفريق يفتتح مبارياته في الدوري، وكمان صفقات الفريق الجديدة تظهر في اللقاء، وفي الترند العالمي صلاح يحقق رقم جديد في البريمير ليج. سريعا عشان وقتنا والحلقة فيها كواليس مهمة جدا، أروح لمباريات اليوم. النهاردة في مباراتين في استكمال الجولة الأولى والأسبوع الأول من الدوري المصري. 5:30 بيراميدز هيستضيف مصر المقصة على استاد الدفاع الجوي استاد 30 يونيو، والساعة 8 المباراة المنتظرة والمرتقبة الإسماعيلي يستضيف الأهلي على استاد برج العرب الساعة 8. مباريات دور ال 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة 9 إلا ربع 5 مباريات، ستوك سيتي يستضيف برينتفورد، ويست هام يونايتد يستضيف مانشستر سيتي، ليستر سيتي يستضيف برايتون، بيرلي يستضيف توتنهام، بريستن نورث إند يستضيف ليفربول. مباريات اليوم في الدوري الأسباني، الساعة 7 في مباراتين، ريال مايوركا يستضيف إشبيلية، رايو فاليكانو يستضيف برشلونة. الساعة 8 ريال بيتيس يستضيف فالنسيا، الساعة 9:30 ريال مدريد يستضيف أوساسونا. ولقاءات اليوم في الدوري الإيطالي، النهارده مباريات مهمة جدا وقوية في الدوري الإيطالي، 6:30 البداية يوفنتوس يستضيف ساسولو، سامبدوريا يستضيف أتلانتا، 6:30 أيضا أودينيزي يستضيف هيلاس فيرونا، والساعة 9 إلا ربع في ختام المباريات 3 لقاءات في توقيت واحد، كالياري يستضيف روما، إمبولي يستضيف إنتر ميلان، وأخيرا وليس آخرا لاتسيو يستضيف فورنتينا. لقاءات مهمة سواء في الدوري الإيطالي الأسباني، لكن طبعا كل هذه المباريات تتنحى جانبا طالما الأهلي اليوم سيلعب في الدوري أمام الإسماعيلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف أبرز المعلومات والتفاصيل اللي معانا في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وفقرة ترند ترند أبرز حاجة النهاردة بالتأكيد واهتمامات السوشيال ميديا على مباراة الإسماعيلي والأهلي في انطلاقة الدوري العام. نتمنى 3 عناصر و3 عناوين مهمة في هذه المباراة. أولا نشوف مباراة جيدة تحديدا من فريق النادي الأهلي، نشوف أداء مميز، نشوف نتيجة رائعة بإذن الله، وتكون ال3 نقاط أهم حاجة في بداية الانطلاقة بالنسبة للأهلي أمام الإسماعيلي. ده 1. 2، أتمنى نشوف مستوى تحكيمي يليق بأهمية هذه المباراة، وما نشوفش بعض الأخطاء التحكيمية اللي حصلت امبارح في مباراة إنبي والزمالك في بداية الدوري العام. 3، أتمنى أيضا أن يكون في حضور جماهيري والكوتة المحددة لجمهور الأهلي ال1000 مشجع النهاردة يكونوا موجودين، لأن بالتأكيد مهم جدا وأنت في بداية الدوري وحضور جماهيري، لازم أكبر شعبية يكون أفضل جمهور في انطلاق الدوري يكون جمهور الأهلي، والكل النهاردة يكون موجود في تشجيع فريق النادي الأهلي. 3 عناصر دول وال3 عناوين لو بدأ النهاردة الأهلي بيهم في مباراة الدوري إن شاء الله البداية هتكون مبشرة، وبالأخص
الاداء والنتيجه، مهم جدا لان ده دفعه قويه خاصه في ظل ان عندك مباراه القمه في الاسبوع الثالث عقب مباراه البنك الاهلي، والبدايات مهمه جدا وبتفرق في ترتيب المسابقه في ظل ان المسابقه دي طبقا للائحه اذا لم تستكمل في ترتيب معين كده بطل الدوري بيتحدد ازاي، وده شرحناه في حلقات سابقه. مباراه صعبه، مباراه كلاسيكو طبعا، مباريات الديربي بين الاسماعيلي والاهلي في السابق سواء بتلعب في اسماعيليه او في القاهره كانت بتشهد يعني منافسات قويه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده هيكون في الموعد وهيكون جاهز للانطلاقه في مباريات الدوري، ويكون وتكون اللاعيبه تحديدا عارفه اهميه المرحله وعارفه ازاي تقدر تبدا البطوله بشكل كويس عشان الاحداث اللي حدثت في البطوله السابقه يكون فيها مكاسب عشان نقدر نعوض ما فات في الدوري الموسم الماضي، ما يكونش فيه نتائج سلبيه او اثار سلبيه تؤثر على انطلاقه الدوري بالنسبه للاهلي. طيب مباراه الاسماعيلي والاهلي لو بنتكلم بلغه الارقام او المعلومات الانفوجرافيك اللي معانا اللي هيكون على الشاشه بنتكلم بقى على شكل مختلف، الاهلي بيستعد ازاي، الاسماعيلي بيستعد ازاي، الانفوجرافيك بالنسبه للفرقتين مع بعض واحنا بنتكلم على انطلاقه الدوري العام. مثلا الاهلي بيقوده مثلا المدير الفني بيتسو موسيماني، والاسماعيلي بيقوده ايضا كمان طلعت يوسف ومش هيكون النهارده موجود. نشوف مع بعض على الشاشه انفوجرافيك بالنسبه للفريقين. اهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراه الاسماعيلي والاهلي اليوم في استاد برج العرب الساعه 8 مساء اليوم. طيب بيتسو موسيماني يمكن استعان ب 21 لاعب في قائمه مباريات اليوم استعدادا لمواجهه الاسماعيلي، ابرز ما في القائمه وجود الصفقات الجديده اللي تم انضمامها في شهر 7 و8 الماضي، صفقات الصيف والتعاقدات الصيفيه فيما عدا كريم فؤاد، يعني هنشوف النهارده موجود في القائمه حسام حسن، بيرسيتاو، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، واحمد عبد القادر. بالاضافه لده كمان المفروض ده طاهر محمد طاهر ورامي ربيعه مش موجودين النهارده في قائمه الفريق، بخلاف ذلك ففي اصابات طبيه بنتكلم على وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمود وحيد وايضا كمان صلاح محسن. قدامكم على الشاشه قائمه ال21 لاعب، علي لطفي وشوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وبدري بانون وايمن اشرف ومحمد هاني وعلي معلول في الخط الخلفي خط الدفاع، وسط الارتكاز ديانج والسولية، حمد فتحي، أكرم توفيق، أفشة، كهربا، الشحات، بيرسيتاو، لويس ميكيسوني، عبد القادر، عمار حمدي، محمد شريف وحسام حسن. 21 لاعب المفروض هيتم استبعاد حوالي يعني 3 لعيبة عشان يكون في قائمة ال 18 النهاردة في المباراة. أتمنى الدوري يبقى زي أفريقيا، فأفريقيا دلوقتي القائمة فيها حوالي 20 لاعب، 11 أساسي و9 على الدكة، لأن كمان التغييرات 5 تغييرات فيكون في عدد أكتر على دكة البدلاء، لكن دي القائمة اللي اختارها بيتسو موسيماني، وتحس إن القائمة فيها أسامي، فيها عناصر مفيدة تحديدًا كمان في الناحية الهجومية وفي وسط الملعب، وعنده خيارات عديدة في أكتر من لاعب النهاردة في مباراة الإسماعيلي. طيب، سريعًا بقى أروح إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي في في الإسكندرية. كنت اتمنى والله اقول في الاسماعيليه عشان طبعا مباراه تلعب في الاسماعيليه ولقاء العوده الدور الثاني يكون في القاهره، لكن ما علينا، الاهلي هيلعب في برج العرب مع الاسماعيلي في الاسكندريه وفي برج العرب. اروح مباشره الى زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي اللي موجود مع بعثه الاهلي في فندق الاقامه. مساء الخير يا فاروق.
كل التحية ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم إن شاء الله يا محمد يكون يوم مميز وموفق لفريق النادي الأهلي، ويستهل مشواره في بطولة الدوري إن شاء الله النهاردة بالفوز على فريق الإسماعيلي بإذن الله. يا رب بإذن الله. عايز أعرف منك بقى آخر الأخبار وآخر التطورات والجديد النهاردة داخل معسكر الفريق اللي بدأ منذ ليلة الأمس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في انطلاقة الدوري. يعني خلينا محمد في البدايه نتكلم على المران الاخير لفريق النادي الاهلي ومستر بيتسو موسيماني. كان يعني عقد قبل المران الامس المران الاخير اللي كان اقيم على ملعب مختار التتش محاضره مع اللاعبين، اتكلم طبعا على اهميه مباراه الاسماعيلي واهميه البدايات وضروره استغلال البدايات، وان اهميه البدايه دايما بتفيد في مشوار البطوله. طالب اللاعبين بالتركيز في مباراه الاسماعيلي، قال هي واحده من المحطات الصعبه والمباراه المهمه جدا اللي لازم نستغل البدايه. طبعا كان اشاد باللاعبين وشكر اللاعبين طبعا على اللقاء الاخير امام فريق الحرس الوطني والفوز بنتيجه 6 أهداف مقابل هدف اللي ادى دفعه معنويه كبيره جدا للاعبين. عقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين، اتكلم طبعا وكان عرض اخر مباراه كانت جمعت ما بين الاهلي والاسماعيلي اللي اقيمت على استاد الاسكندريه وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. عرض الايجابيات والسلبيات، وايضا عرض الايجابيات والسلبيات اللي كانت في مباراه الحرس الوطني. طالب اللاعبين بضروره استغلال الفرص، طالب اللعب الحسم من بدري، سرعه احراز هدف في الدقائق العشر الاولى، اعتقد ده السيناريو اللي هيلعب عليه للنادي الاهلي هذا اللقاء. طبعا يا محمد في التمران الاخير طبعا انت زي ما انت استعرضت مجموعه اللاعبين الصفقات الجديده اللي اتوقع بنسبه كبيره جدا هيكونوا موجودين، يعني بعضهم يكون موجود في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي اللي مش هيتغير عن التشكيل الاخير مثلا لمباراه الاهلي امام الحرس الوطني الا في مركزين او ثلاث مراكز. طبعا حاله الجاهزيه اللي عليها عوده حسين الشحات ادت لمستر بيتسو موسيماني يعني امر من السعاده، حاله التالق اللي عليها كهرباء، ايضا التالق اللي بنشوفه والانسجام معدلات الانسجام اللي بدانا نشوف عليها بيرسي تاو وميكيسو مع محمد مجدي قفشه مع محمد شريف مع الاثنين اللي بيلعبوا في الديفندرات سواء السوليه او حمدي فتحي او اليو ديانج، بقى في انسجام ما بين اللاعبين. اعتقد من الامور دي اللي هتساعد على مستر بيتسو موسيماني في اتخاذ ال 11 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا موجودين في ارض الملعب. طبعا عقب المران مستر بيتسو موسيماني كان الفريق توجه الى الاسكندريه طبعا للمبيت في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه اللي بيبعد عن ملعب الفندق اللي بيبعد عن ملعب المباراه بربع ساعه. النهارده تقدر تقول يوم فريق النادي الاهلي كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2. هنا عايز اقف يا محمد نقطه مهمه جدا، ان عقب وجبه الغداء مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره مع اللاعبين، يعني شرح فيها بعض الامور الفنيه وشرح بعض الامور الخططيه، ثم كانت في محاضره اخرى محمد في تمام الساعه 4:30 المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين. طبعا بيشتغل على تجديد الدوافع وبيحاول يركز ويعيد على بعض الامور، ان هو يركز مع اللاعبين على بعض الامور سواء في التكتيك او في الكرات الثابته. طبعا معاه محلل الاداء موسي وسولومون الاثنين المحللين الاداء اللي اشتغلوا مع مستر بيتسو موسيماني في هذه الامور. يعني انت خلال يعني التحرك ان شاء الله هيكون لملعب المباراه في تمام الساعة 6:45. اقدر اقول لك يا محمد في تركيز عند اللعيبه، يعني تقدر يعني من اللي احنا بنشوفه حاله التركيز اللي عند اللاعبين، حاله يعني الانسجام ما بين اللاعبين. خلي يعني اكيد انت كنت يعني وقت طويل جدا يا محمد كنت بتبقى موجود مع فريق النادي الاهلي وتبقى عارف مدى تاثير اللاعبين الكبار مع بعض. دلوقتي تقدر تقول في جلسات بتجمع ما بين بدر بانون مع ميكيسوني مع اليو ديانج مع بيرسيتاو، الاربعه دايما بيتحركوا طول يعني طول الوقت مع بعض في الفندق. ايضا الثنائيه اللي ما بين حمدي فتحي والسوليه طول الوقت مع بعض، محمد الشريف ومحمد مجدي قفشه ومحمد شريف، ايضا ايمن اشرف مع كهربا. يعني عايز اقول لك يا محمد في ثنائيات كده ما بين اللاعبين بتدي انسجام للاعبين في ارض الملعب. طيب فاروق عندي جزئيتين اختم بيهم معاك الكلام والاسئله بخصوص المعسكر واستغل قربك بقى من الجهاز واللعيبه في المعسكرات. في جزئيتين والجمهور بيبقى عايز يعرف اجابات عليهم، اول حاجه بدون الدخول في اسماء يعني، هل ممكن يكون النهارده في تعديل في شكل التشكيل نشوف صفقات جديده بتبدا في التشكيله الاساسيه؟ في معلومه في الشان ده بدون ذكر اسماء يعني. والجزئيه الثانيه الفريق بياخد ممكن راحات ما بين المباريات، يمكن الفريق بيرجع مثلا عقب مباراه بياخد تمرين بعد كده راحه بعد كده تمرين ليله المباراه، فلسفه بيتسو موسيماني في الفكره دي ايه؟
بص يا محمد، خليني يعني اتكلم في شقين. الشق اللي انت اتكلمت عليه، الشق الاول الخاص بالتشكيل او ممكن نشوف فيه صفقات جديده في هذا اللقاء، وايضا هقدر برضو من خلالك لو احنا بنختم نتكلم على تشكيل الاسماعيلي اللي هيخوض به هذا اللقاء. ايضا اقدر اقول لك ان هيبقى فيه، اكيد هيبقى فيه النهارده في بدايه اللقاء هنشوف ممكن من ممكن تشوف بيرستاو او ميكيسوني من بدايه اللقاء. طبعا الشغل اللي مستر بيتسو موسيماني كان بيشتغل عليه مع اللاعبين على هذه الفتره، اقدر اقول لك ان المسافه خلاص قريبه ما بين اللاعبين. تقدر تشوف النهارده اعتقد بنسبه كبيره جدا هتلاقي ما يعني بيرسي او ميكسوني موجودين في التشكيل للنادي الاهلي. ده يعني برضه في نفس الوقت ايضا حاله حسين الشحات او كهربا، طبعا مع غياب طار للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، دي من النقاط اللي بتسهل على مستر او كانت مستر يعني خلت مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره من اختيار 11 لاعب. لكن اقدر اقول لك هيبقى في تعديل بالظبط يا محمد في مركزين. النقطه الثانيه يا محمد اللي اتكلمنا عليها، كنت بتكلمني على النقطه الثانيه مهمه، الراحه. اه بالظبط يا محمد، عايز اقول لك النقطه دي بالظبط. يعني كان ليا حديث مع مستر كابيلو كابي اللي هو مخطط الاحمال، اتكلم في الامر ده، قال لي ان الراحات بتتم من خلال التنسيق ما بينه وما بين مستر بيتسو موسيماني. يعني قلت له السؤال ده بس بيشغل بال كتير جدا من الجماهير، والجماهير بتتكلم على الراحات. قال ان الراحات سواء للفريق ككل او للاعبين بتتم بتنسيق من خلال مستر بيتسو موسيماني وكابيلو مخطط الاحمال. اقدر اقول لك ان الامر ده محمد، يعني كابيلو قال لي ان تبص الفوارق البدنيه للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بدنيا بيبقوا فارقين جدا عن كتير من الـ من الـ من اللاعبين او الفرق الاخرى، ان الامور دي كلها ما بتتمش كده من قبيل الصدفه، لا بتبقى مخطط لها، بيتعمل لها تخطيط معين، وبتتم طبقا لبرنامج بيبقى موضوع. حتى يعني قبل الراحه محمد بيبقى ميعاد التمرين بيبقى بالصباح مش بالنهار، بيبقى ده الامر، بيبقى يعني مستر بيتسو موسيماني بالتنسيق مع كابيلو بيخطط لهذا الامر. عايز اختم معاك يا محمد بنقطه مهمه جدا، وهو التشكيل الاقرب لفريق الاسماعيلي. اتفضل يا محمد. سريعا سريعا عشان وقتنا. التشكيل للنادي الاسماعيلي لهذا اللقاء يا محمد هيكون احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، هيكون قدامه اثنين مساكين، باير المحمدي ومروان صحراوي في اليمين، احمد عيد، وفي الشمال محمد الدسوقي، ثلاثه في نص الملعب محمد مخلوف، عماد حمدي، ومحمد صادق، قدامهم محمد الشامي واللاعب شونجا اللاعب الزامبي وراس الحربه شكري نجيب. ده اقدر اقول لك التشكيل اللي هيقدر يعني كابتن طلعت يوسف طبعا اللي هيغيب عن هذا اللقاء، وهيبقى محمد ابراهيم الكابتن محمد ابراهيم هو في القياده الفنيه لهذا اللقاء. زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من مقر إقامة الفريق في برج العرب بالإسكندرية قبل التحرك إلى ملعب المباراة لمواجهة الإسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات الخاصة بهذه المباراة وكواليس الفريق في برج العرب. قبل ما أطلع لفاصل عندي كام معلومة كده مهمة متعلقة بملف التحكيم في ظل حالة البلبلة والكلام الكتير بعد الأخطاء التحكيمية الغير مبررة في مباراة الأمس بين إنبي والزمالك وإحنا لسه بنبدأ الدوري، لكن يبدو كده زي ما قال الكابتن حلمي طولان ان الموسم ده يبدو كده انه هيكون استكمال للموسم الماضي، وانتم فاهمين طبعا التفاصيل والكواليس اللي ما بين السطور. عندي جزئيتين في ملف التحكيم. اول حاجه دايما انا بحب اركز مش الحكم ده غلط النهارده، اللعبه دي فاول ركله جزاء، وقلت الكلام ده اكتر مره، بحب اعرف الاختيارات بتيجي ازاي. بتكلم مع عدد من اعضاء اللجان اللي كانوا موجودين في السابق في لجنه الحكام، كان يتقال لي ايه؟ احيانا فكرة إن الحكم الدولي المميز في أرضية الملعب إنه يكون موجود في غرفة تقنية الفيديو اللي هو مساعد الفار مش واردة أوي بنسبة كبيرة، لا ده في تفكير تاني أو في فكرة تانية، يقول لك إيه؟ أصل الحكم المميز في لعبة البلاي ستيشن بيقدر يتواجد في غرفة الفار فيقدر يشتغل على تقنية الفيديو بشكل كويس جدا. كل ما الحكم بيكون مميز جدا في فكرة البلاي ستيشن وكل ما يكون شاطر قوي في لعبة البلاي ستيشن نحطه في غرفة تقنية الفيديو. لو المعيار ده والكلام ده صح تبقى مشكلة كبيرة، عشان كده احنا بنشوف مشاكل في الفار. الفكرة مش مسألة الأقدمية ولا الخبرة، احنا بنشوف في غرفة الفيديو أو غرفة الفار حكام ما نزلوش الملعب. فلما أسمع ده مع الكلام اللي بيتقال مع التطبيق العملي في المباريات ولاقي حكام فعلا ما قدروش مباريات في الدوري ولاقيهم في غرفة التقنية، لا ده ممكن الكلام يبقى صح. فهل الكلام ده صحيح؟ عندنا حكام بيلعبوا بلاي ستيشن كويس جدا فأحطه في غرفة التقنية فعشان هو في لعيب بلاي ستيشن شاطر فيقدر يتعامل مع تقنية الفيديو؟ اتمنى يكون في اجابه من لجنه الحكام على السؤال ده عشان نعرف برضو المعايير. الجزئيه الثانيه حكام مباراه القمه، حتى هذه اللحظه الكابتن عصام عبد الفتاح بيعلن ان الحكام مصريين، لكن من الوارد جدا ان يتم الاتفاق مع حكام من القاره الافريقيه اللي موجودين حاليا في مصر اللي بيعملوا معسكر الاستعداد للكاس الامم الافريقيه القادمه في الكاميرون، موجودين في مصر لغايه يوم 30 اكتوبر ومباراه القمه 5 نوفمبر. فبالتالي من الوارد جدا استخدام طاقم تحكيم من اللي موجودين هنا في مصر
من حكام النخبة في إفريقيا عشان يدير مباراة القمة. هل بقى ممكن نشوف بكاري جسامة؟ ممكن نشوف رضوان جيد؟ ما أعتقدش ممكن يكون مصطفى غربال بيتكرر تاني. وعندنا حكام مصريين أيضا كمان موجودين في معسكر النخبة استعدادا لكأس الأمم. لكن من الوارد جدا أن يكون حكام القمة من حكام النخبة الإفريقية اللي بيستعدوا لكأس الأمم في الكاميرون. الساعات القادمة هتكشف الكثير من الكواليس في هذا الملف، ونعرف مين حكام مباراة القمة في ظل ان احداث مباراة امبارح خلت الناس قلقانة لو حكم مصر هيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 5 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الجديد ايضا بخصوص السوشيال ميديا واللي اتكتب على الأهلي خلال الساعات الأخيرة. اهلا بحضراتكم من جديد، ونستعرض كده بعض الاحصائيات الخاصة بالنادي الأهلي. انك بتتكلم على النادي الأهلي لعب 68 موسم في الدوري العام، فعندنا أرقام قياسية مهمة جدا نستعرضها النهاردة مع انطلاقة الدوري العام وأولى المباريات الإسماعيلي والأهلي. تاريخ الأهلي في الدوري العام، إجمالي المواسم 68 موسم، عدد المواسم المكتملة من ال 68 كان 62 موسم. الأهلي فاز بالبطولة 42 مرة، الأهلي بيغرد منفردا في صدارة الفائزين ببطولة الدوري. عدد المباريات اللي لعبها الأهلي في مسابقة الدوري العام 1655 مباراة، فاز في 1118، تعادل في 366، خسر 171 مباراة، أحرز 2952 هدف، ومني مرمى الأهلي 1028 هدف. طيب تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام، لعبوا مع بعض 119 مباراة، الأهلي فاز في 62 مباراة والإسماعيلي فاز في 22 مباراة، وانتهت 35 مباراة بينهم بالتعادل. الأهلي أحرز في شباك الإسماعيلي 175 هدف، بينما أحرز الإسماعيلي 95 هدف في شباك الأهلي. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري، يعني في خلال كل المواسم السابقة الأهلي والإسماعيلي لعبوا بعض كم مرة في الأسبوع الأول من الدوري؟ 6 مرات. الأهلي فاز مرتين، الإسماعيلي فاز مرتين، وتعادلوا مرتين. نبدأ مع بعض. موسم 53-54 الإسماعيلي فاز 2-0، موسم 54-55 الأهلي فاز 3-1، موسم 76-77 الفريقين اتعادلوا 0-0، موسم 2003-2004 الإسماعيلي فاز 2-1، موسم 2016-2017 الأهلي فاز 1-0، وموسم 2018-2019 المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. هي لغة الأرقام لكن مهمة، كواليس وأرقام بتبقى مهمة جدا واحنا بنستعرض انطلاقة الدوري. وطالما النادي الأهلي صاحب الرصيد الأعلى مهم جدا نستعرض الأرقام القياسية في بطولة الدوري العام. طيب نروح مع بعض بقى ونشوف ترند الأهلي والمحتوى الموجود من خلال السوشيال ميديا واللي اتكتب النهاردة في الساعات الأخيرة قبل أولى المباريات. الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر نشروا تشكيل الأهلي المتوقع للقاء الإسماعيلي، وبيتوقعوا ظهور بيرسي تاو ومفضلة بن كهربا ولويس ميكيسوني. علي لطفي في حراسة المرمى، أكرم توفيق ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، أيمن أشرف بدري بنون 2 مساكين، السولية وأليو ديانج 2 وسط ارتكاز، أمامهم بيرسي تاو حاجز مكانه، وميكسوني أو كهربا، وأفشا ومحمد شريف. طيب نشوف تشكيل آخر متوقع ولكن من خلال حساب الرسمي لفيه الجول وحسابها على الفيسبوك، بيقولوا ميكسوني في تشكيل الأهلي المتوقع بجانب كهربا وشريف. هنا في اختلاف بقى، حراسة المرمى علي لطفي، الدفاع لا خلاف على الرباعي أكرم توفيق بدري بنون أيمن أشرف علي معلول، الوسط السولية وأليو ديانج وأفشا، في الهجوم شايفين هيكون محمود كهربا ومحمد شريف ولويس ميكسوني، يعني مفيش بيرسي تاو. طيب نروح للحساب الرسمي للأهرام وبيتكلموا على مكافآت تحفيزية في الإسماعيلي للفوز على الأهلي، وده بيبقى متوقع من أي فريق بيواجه الأهلي عشان تكون دافع قوي وتحفيز للفريق مع انطلاقة المسابقة. المصري الرياضي بيتكلم على وليد سليمان، وحساب المصري الرياضي على تويتر كتب ان وليد سليمان بيتعافى من الاصابه ويشارك ان شاء الله امام البنك الاهلي في بدايه الاسبوع القادم. كلنا عارفين الاصابه كانت في مباراه بطل النيجر، وكانت صدمه وخبطه قويه جدا ما بين حارس بطل النيجر مع وليد سليمان، كان اصطدام صعب جدا، لكن الحمد لله الجهاز الطبي اطمأن على حالته ووليد راح المستشفى، وشفنا طبعا كل الكواليس دي، وكان لابد ان يكون في رعايه 24 ساعه عشان نطمن على حاله وليد سليمان، لكن ان شاء الله هيكون جاهز لمباراه البنك الاهلي. طيب الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك بيتكلموا على ان في مصدر ليلا كوره بيقول ان موسيماني يرفض التسرع في عوده الشناوي. محمد الشناوي عنده رغبه كبيره جدا انه يلحق بمباراه القمه، وعنده تحدي انه عايز يختصر او يختصر فتره العلاج الفتره الجايه عشان يكون جاهز لمباراه القمه، ومن ثم يكون جاهز لمعسكر المنتخب الوطني. الجهاز الطبي مش عايز يستعجل في عوده الشناوي، بيتمهل وعامل برنامج معين، والشناوي بدأ الجري حول الملعب، لكن موسيماني واخد قرار
مش هيتصرف عودة الشناوي إلا لما تكون آخر أشعة بتأكد سلامته تماما من إصابة العضلة الخلفية. وأنا بوجه رسالة للشناوي واحدة واحدة، وخد وقتك في لغاية لما ترجع، لأن المشوار اللي جاي أصعب من البدايات اللي احنا فيها. أختم معاكم بكلام مهم جدا للكابتن عصام عبد الفتاح في تصريحات النهاردة ونقلتها صفحة اليوم السابع وحسابها الرسمي على تويتر. عصام عبد الفتاح حسب تصريحاته حتى اليوم القمة بحكم مصري، واللي هيغلط هيتحاسب، وانتظره صفحة للحكام. قال حتى هذه اللحظة لم يطلب أي نادي حكام أجانب لمباراة القمة، لكن جرى العرف أن مباراة القمة مش محتاجة طلب، طبيعي بيجيب حكام أجانب. اللي حصل العام الماضي كان استثناء وليست قاعدة يا كابتن عصام. النقطة الثانية بيتكلم، قال ما تخافوش الحكم المصري اللي هيغلط هيتحاسب. احنا امبارح شفنا بداية الأخطاء، هنشوف الحساب الفترة الجاية، لأن كمان الكابتن عصام ليه تصريح غريب جدا، قال تصريح غريب جدا جدا جدا، قال ضربة الجزاء امبارح اللي احتسبت للزمالك 50-50. أول مرة أسمع عن ضربة جزاء على مسافة واحدة من الجميع، يعني يا ضربة جزاء يا مش ضربة جزاء. أنا عمري ما سمعت من محلل تحكيمي يطلع يتكلم على ركلة جزاء يقول 50-50، يا يا لا. لو قلت ما حدش هيقول لك حاجة، خلاص أنت وجهة نظرك ورؤيتك، ممكن تكون بتدافع عن الحكام، لكن تقول 50-50 أنت بتمسك العصاية من النص. وكمان النقطة الأهم، عايزين نعرف هل غرفة تقنية الفيديو الكابتن حسام عزب حجاج كان ليه دور وقال وأكد على قرار الكابتن محمود ناجي وقال له ضربة الجزاء سليمة فخلاص أوكي خد كونفيرم إن كده، ولا قال له تعالى ارجع بص والكابتن محمود ناجي قال له أنا واثق من القرار وده هيكون مخالفة لبروتوكول تقنية الفيديو، لأن البروتوكول بيقول لازم تعمل تشيك مع غرفة التقنية. لو غرفة التقنية قال لك راجع تعالى، لكن بغض النظر بقى عن كل ده، وكل ده عناصر مهمة احنا بنتكلم فيها، لما تيجي تبص بقى على اللعبة، اللعبة واضحة لا تقبل الجدال أو الشك. يعني مثلا ما يطلعش أحد نجوم الكرة يعني بدون ذكر اسمه عشان احنا بنعتز بيه وبنحبه، لما يطلع يقول لك بس أنا شايفها في فاول أو في ركلة جزاء الرجل جايبة في الرجل، ما تجيب اللعبة من أولها، ما تشوف سيف الجزيري زق لعيب إم إزاي وخلاه يتزحلق ويقع على الأرض وبالتالي حصل الاصطدام. قبل الاحتكاك كان في فاول، قبل الاحتكاك كان في فاول. خلونا نتعامل مع الصورة بدون ألوان، نتعامل مع الصورة بدون ألوان وبدون انتماءات، حتى لو على الأهلي حتى لو على الزمالك. وكمان هو يا جماعة هي المباراة بدون تقنية الفيديو؟ ما التقنية موجودة، هي نفس أخطاء الموسم الماضي هتتكرر تاني. ما كانت الحجة كاميرات، الصورة مش اتش دي، الصورة مبكسلة، المباراة امبارح الكاميرات كلها موجودة، الصورة ممتازة، اللقطة امبارح بتتعاد من كذا زاوية، فحجة الكاميرات والتصوير ما بقتش موجودة. فبالتالي أنا كحكم دولي في ناس وقفت في ظهري وسندتنا عشان اخش القائمه الدوليه، ابقى جدير بقى ولا يتقال عليا انا داخل من خلال ده حد بيدعمني وده حد واقف ورايا فدخلت القائمه الدوليه؟ مباراه امبارح بدايه غير موفقه للكابتن محمود ناجي، واتمنى يتعلم من درس الامس، لان الموسم طويل ومحدش هيتقبل اي اخطاء، لا جمهور ولا اعلام ولا مسؤولين ولا اداره، في ظل ان الانطلاقه اللي بدات بيها رابطه الانديه الكل بيحييها على الانطلاقه القويه، جمهور، صورة، تصوير، مباريات، مفيش تأجيلات، كل المباريات في ميعادها، فالصورة حلوة. مش عايزين بقى ايه نعكر صفوها بأخطاء، مش عايز اقول تقديرية، لان الفترة الجاية لو اتكررت مش هتبقى أخطاء تقديرية، هتبقى أخطاء مقصودة واضحة جدا، لان احنا بنكمل أخطاء الموسم الماضي، وده مش كلامي، ده كلام الكابتن حلمي طولان المدير الفني الانبي، قال امبارح كلام واضح وصريح في تعليقه على ركلة الجزاء. التقنية موجودة، نستخدمها الاستخدام الأمثل، في بروتوكول نلتزم بيه، مش كل واحد بيلعب بلاي ستيشن كويس ممكن يكون موجود في غرفة تقنية الفيديو عشان يعرف يفهم في التقنية أو يعرف يتكلم في اللاعبات دي صح ولا غلط، عايزة خبرات. زي النهاردة أحمد الغندور حكم دولي موجود في غرفة التقنية، المباراة بيديرها محمد عادل حكم دولي، شفنا بعض المباريات محمد معروف موجود. مباراة امبارح ليه حكم التقنية مش حكم دولي؟ سؤال، ليه مش حكم دولي؟ ليه البداية كده فيها تساؤلات كثيرة والبداية مش هتبقى مبشرة؟ عايزين نبدأ دوري صح عشان لما يبقى فيه أخطاء يبقى أنت عملت الواجب بتاعك، حكم دولي في الملعب، حكم دولي في غرفة تقنية الفيديو. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. ده كان الجزء المتعلق بالسوشيال ميديا والكلام اللي كان موجود بخصوص النادي الأهلي. طيب نخرج إلى فاصل. طيب نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع بعض ونشوف بعض التفاصيل خاصة أيضا كمان ببعض الفرق في الدوري العام، ونتكلم على بعض التفاصيل المتعلقة بمباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم شايفين ده عرض انفوجرافيك لباقي فرق الدوري، وتحديدا المباراه اللي انطلقت منذ قليل، مباراه بيراميدز ومصر المقصه، انطلقت منذ حوالي 12 دقيقه وما زال النتيجه طبعا تعادل سلبي. وشفتوا طبعا الانفوجرافيك، القيمه التسويقيه لبيراميدز ومصر المقصه فرق شاسع في القيمه التسويقيه، والجهاز الفني هنا وهنا واللاعبين والشكل اللي انتم شفتوه في الجرافيك اللي كان من خلال عرضه على الشاشه. طيب غزل المحله والمصري ايضا مباراه هتتلعب بكره في الدوري العام، نشوف انفوجرافيك خاص بالفريقين قبل مباراتهم غدا ان شاء الله في ختام مباريات الاسبوع الاول. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تشوف طبعا القيمه التسويقيه لغزل المحله والمصري في فروق شاسعه جدا ما بين الانديه في القيم التسويقيه. طيب بمناسبه القيم التسويقيه تعالوا بقى نروح لمرحله ثانيه والترند العالمي، وطالما بنبدا الترند العالمي لازم نتكلم على الايقونه الفخر العرب محمد صلاح. من خلال حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر بيتكلموا ان محمد صلاح اكتر لاعب لمس الكره داخل منطقه جزاء الخصم بواقع 82 لمسه بفارق 24 لمسة عن أقرب منافسي مايكل أنتونيو اللي لمس الكورة داخل المنطقة 58 لمسة. محمد صلاح أصبح أيقونة، أصبح أحد نجوم الكرة العالمية، مش هقول المصرية، في الدوريات الأوروبية، عامل أرقام مميزة جدا. وأنا من وجهة نظري شايف أن الأقرب المنافسين ليه على الكرة الذهبية أو حتى جايزة الفرنس فوتبول بنتكلم كريم بنزيما وبنتكلم على ليفاندوفسكي، دول أكتر اتنين ممكن يكونوا داخلين في منافسة قوية مع محمد صلاح خلال الفترة اللي جاية، لأن دول أبرز ثلاث لعيبة بيحرزوا أهداف في الفترة الحالية ومتألقين بشكل لافت للنظر. طيب نشوف كمان معانا إيه في الترند العالمي، وأيضا هيكون محمد صلاح من خلال حساب يلا كورة، وحساب يلا كورة بيقولوا جماهير ليفربول بتبتكر أنشودة جديدة لصلاح. الأنشودة يعني بيغنوا لصلاح في الملعب، بيقولوا المصري هو من نحتاجه، محمد صلاح فاز بالدوري الممتاز، جون هنري أعطاه ما يستحق، مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض. جون هنري ده رجل أعمال أمريكي مالك مجموعة فينوري سبورتس جروب FSG التي تمتلك نادي ليفربول. طبعا الهتاف الأشهر لمحمد صلاح مو صلاح في الأنفيلد في إنجلترا، هتافات كثيرة جدا زي إيجيبشن كينج أكتر من ثلاث سنين بنسمعها في الملاعب الإنجليزية. طيب نروح للمشاركات وتوقعات الناس بالنسبة لتشكيل مباراة اليوم ما بين الإسماعيلي والأهلي. عبد الغفار علي بيقول الأهلي هيبدأ بعلي لطفي في حراسة المرمى، بدري بنون، أيمن أشرف، أكرم توفيق، علي معلول، ديانج، وما بين قوسين يا ديانج يا حمدي فتحي. ماسك العصاية من النص، ماشي. السولية، ميكسوني، وأيضا ما بين قوسين حسين الشحات، كهربا، أفشة، ومحمد شريف. هو التشكيل أقرب بنسبة كبيرة. حسام بركات بيقول علي لطفي، معلول، أيمن، بنون، أكرم، ديانج، السولية، أفشة، الشحات، ميكيسوني، محمد شريف. هو لا خلاف على الأربعة اللي في خط الدفاع مع حارس المرمى. صابر وراضي، لطفي، بنون، أيمن، أكرم، معلول، السولية، ديانج، ميكيسوني، أفشة، الفولت العالي، شريف. الفولت يبقى كهربا.
محمد عبد المنعم بيقول علي لطفي واكرم وبدر وايمن ومعلول وسلية ديانج افشه الشحات ميكي شريف. هي الفكره ميكي سوني ولا بيرسي تاو ولا محمود عبد المنعم كهربا. محمد بيقول علي لطفي معلول ايمن بنون اكرم ديانج السلية كهربا افشه ميكي سوني شريف. طيب هي الرؤى كلها والاراء كلها رايحه في اطار ان احنا بنتكلم حوالي في 13 لعيب ما بين بقى ليوس ميكيسوني بيرسي تاو محمود كهربا. يمكن ده الاختلاف اللي ممكن نشوفه النهارده في مباراه اليوم، لكن لا بديل على شريف، لا بديل على قفشه، كهربا طبعا او زي ما قلت لكم، لكن كمان علي لطفي خط الدفاع الرباعي ديانج والسوليه او ممكن يكون حمدي فتحي. باي حال من الاحوال ايا كان المجموعه اللي هتبدا المباراه نتمنى لهم التوفيق. البدايه مهمه، 3 نقاط ربنا يكرم وتكون انطلاقه مهمه جدا في الدوري العام. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.